السلام عليكم، بكنال حمادة محمد نصوح. اليوم بدي أعمل أنا شعيبيات. أول شي بدي استعمل العجين ملعتين لبن، ملعتين سكر، ملعقة ملح، كبيتين حليب، بس الحليب سخنوها شي ضيقة أو ضيقتين عشان ما يكون بارد كتير للعجين. نص كباية خل وكباية زيت من هيدا، واتنين كيلو، انا اليوم هعمل كيسين، يعني 2 كيلو طحين للعجين بدي اياها. بعد ما عملنا العجين وحطينا الخلطات مع بعض وخليتها تريح لهيك شي تقريبا شي 30 دقيقة، يعني شي نص ساعة، صار شكلها هيك ما شاء الله كتير 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 منيحة. انا هذا العجين صراحة بستعمله للبيتزا، اللهم صل على النبي، للشعيبيات، لاشياء كتير، يعني احلى خلطة كتير وكتير كتير سريعة بتخلص. بهالوقت لما كانت عم تفتح العجين لتاخد، بدي هير السبانخات هدول. انا بستعمل هيدا الكيس، انا حاستعمل كيسين منه للسبانخ. طبعا بدنا نغسلهم وننظفهم، هدول بدنا نقصهم. بدي حط 3 بصلات من هذا الحمر، بدي قصهم. بعدين بدي حط لي 3 معالق ملح، نص كباية خل، نص كباية دبس رمان، وتقريبا كمان شي 3-4 معالق كبار، طبعا كيف الواحد بيحب الطعمة، سماء. وبعدين الواحد بيخلطوا مع بعض، وهي خلصنا الخلطة. كمان هيدا اسمه سبانخ، هيدا بحطه مع الشعيبيات إذا الله رضي. أنا كترت فيها الحامض لأنه صراحة نحنا بنحبها حامضة شوي. هلا بدنا نبلش بالعجينة. صحيح نسيت لكم كمان، لما بتعملوا الخلطة كمان لازم تحطوا بيضتين، بس ما الصفار، بس البياض بتحطوا بقلب الخلطة. هلا بالاول بتعملوا هيك جلل. هلا انا عملت بالاول كام وحدة، وبدي بلش هلا اعجن فيهم ونحط الحشوة بقلبه. هلا بقى بدي بلش اعجنها. ما شاء الله العجينة كتير طرية وكتير منيحة. بسم الله. ما ضروري تكبروها كتير، لأنه هي لازم تكون شكلها هيك إنه صغير. وانتو بقى بتعملوها كيف بدكن اياها للموديل. احنا بسم الله. تأدي بتسكروها هيك، هيك لبنانية هيك بيعملوا الشعيبيات. مثلث، عامل لي جوزي اسمه مثلث، الله يرضى عليه، اليوم واقف معي ويساعدني شوي بالتصوير. شدوها منيح عشان لما بنحطها بالفرن ما تنفتح عن بعضها. و
انتو عم تعملوا العجينة لما عم تبلشوا تعملوا قصدي الشعيبيات ضووا الفرن حطوها دغري على 150 خليط عشان تطفي شوي الفرن. وهيدي هي اسمها الشعيبية. لما حطيت الصفار قصدي البياض البيض بقلب العجين طبعا ما كبينا الصفار حطيتهم هون بيضتين حطيت كمان بقلبها خل وخلطتهم وهدول بنحطهم على الشعيبيات. دول بيعطوهم لون يعني كمان لما هلا بنحطهم بالفرن. وبيخلي العجينة كمان تكون مقرمشة. وبهالوقت كنت انا عم سخن الفرن على 150 هلا بس حطهم ببرمها على 180 اذا الله رد. وهي بليناهم كلهم بالبياض الصفار للشعيبيات. وهي خلصوا الشعيبيات حطيتهم شي 15 دقيقة تقريبا. لأجيكم كيف شكلوا من جوا. ما شاء الله هيك لازم يكون شكله وريحته كتير 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 طيب. ندق لنا شي لقمة نذوقه لجوزي لمحمد يقلنا رأيه كيف. تفضل حبيبي شو طيبة عجبته لجوزي. ان شاء الله تكون عجبتكم وتبقى دائما زورونا بقناة محمد حمادة نصوح. ما تنسوا اللايك والكومنت وما تنسوا فعل الجرس. باي. كنت حابة صوركم قصة شوي لانه فضل قصة من العجين. هذا سجق تركي اكيد بتلاقوا منه بالمحلات بلبنان او بمصر او باستراليا اكيد في منه. هلا بدي ابشره مع هذا البشارة ببشره وبخلطه مع جبنة الموتزاريلا وبعمل بدل ما اعمل الشعيبيات كمان بس مع سبانخ بعمل الشعيبيات مع سجق وجبنة الموتزاريلا. وهي خلطنا السجق وجبنة الموتزاريلا مع بعض. Thank you.
السلم دايق لك. وهي خلصت كمان تبعت الجبنة، جبنة الموتزاريلا والسجق. تعال نفتحها مع بعض ونشوفها كيف طلعت. بسم الله. ان شاء الله وريحتها بتشهي القلب. هلا هيدا انا عملت قصة منهم، مثلا هون حطيت قصة مع حبة البركة. فيكن طبعا كل مين على ذوقه، اللي بيحب بيحط واللي ما بيحب ما لازم ضروري حد، بس جوزي ذكرني فيها لانه جوزي ولادي بيحبوا حبة البركة. وان شاء الله تكون عجبتكم. باي.